خائف من ضباط الأمن الأمريكي قد يفصلون، لا لخيانتهم الواجب ولا لتقاعسهم عن العمل، وليس بسبب اختراق أمني كبير يهدد الولايات المتحدة، بل لرفضهم تعاطي لقاح كورونا. الحكومة الأمريكية أمهلت منتسبي الوكالات ذات الأهمية للأمن القومي حتى 22 من نوفمبر لتعاطي اللقاح أو مواجهة شبح الفصل، ما قد يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر بحسب مشرعين في الكونغرس، خصوصا في ظل صعوبة تعويض المفصولين بالسرعة الكافية. وفي ظل غياب إحصاءات رسمية صادرة عن الوكالات بخصوص نسب التطعيم داخل صفوف المنتسبين، أكد أعضاء من مجلس النواب الأمريكي أن معدلات التلقيح بين موظفي وكالات المخابرات البالغ عددهم ما يقارب 100,000 موظف لا تتعدى 20% حتى أواخر أكتوبر الماضي، مقارنة بحوالي 70% من البالغين الأمريكيين بشكل عام. وتمثل إلزامية التطعيم ضد كورونا أزمة داخل الولايات المتحدة، آلاف الأمريكيين خرجوا في وقت سابق في ولايات عدة احتجاجا على قرارات بعض السلطات المحلية بفرض إلزامية حصول العاملين في قطاعات الأمن والصحة على اللقاح بزعم أنها تقوض حقوقهم الدستورية. جدل إلزامية التطعيم كان حاضرا أيضا داخل الكونغرس، خلاف حاد بين أعضاء الحزب الديمقراطي الذين يرون في اللقاح حلا وحيدا للخروج من الجائحة، وأعضاء الحزب الجمهوري الذين يرون أن التطعيم قرار يعود للأشخاص وليس للحكومة، وأن فرضه بالقانون يخالف حقوق العامة الدستورية. الجدل السياسي والشعبي يأتي وكورونا ما زال شبحا يخيف الأمريكيين، 80,000 إصابة مؤكدة في اليوم الواحد وأكثر من 1400 حالة وفاة، يترك إلزامية التطعيم خيارا أخيرا أمام قادة أقوى دول العالم لهزيمة الفيروس.